عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد زيارة التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث أجرى جلالته مباحثات تناولت العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة والتي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى القضايا موضع الاهتمام المشترك وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى في قاعدة الصخير الجوية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.